الآن في قضايا وقضية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وقضايا أهل البيت عليهم السلام هو تجسيد يعني من ناحية الكلام كلام المنبر وكلام الفنانين. طبعا احنا حاولنا نجسد او كفنانين جسدنا بعض الامور المهمة التي يمكن للمشاهد او المتلقي او الزائر يشوف واقعة الطف من ناحية الرسوم وليس بالكلام. والحمد لله ان الشباب المشاركين قاموا بالواجب من ناحية الرسومات، الفن التشكيلي، الخط العربي، بعض المجسمات، هذا كله جسد في هذا المعرض اللي هو معرض السابع. لوحتي هالمعرض غضب جبريل، الفن أول من نوع أعتقد، الفن دبل إكسبوجر، الفن هذا زراعة صورة بالصورة الأساسية نفسها. فأنا حطيت جناح سيدنا جبريل عليه السلام وزرعت فيها الإمام حسين عليه السلام وسيدة زينب عليه السلام كونهم ذو مقام رفيع يعني، وخصصت لكل واحد جناح اللي يشوفون الناس مكانة آل محمد والصورة. غضب جبريل عليه السلام هو غضب الله، هو غضب على ما وقع على آل محمد من استشهاد رسول الأعظم إلى استشهاد آخر معصوم. شارك بلوحة تجريدية تبين سبي الإمام سلام الله عليه مع مجموعة من أهل البيت، طبعا أظهرته بأسلوب تجريدي، وهذه فائدة المعارض أن يصير تبادل خبرات بين الفنانين، وأهم شيء طبعا إظهار رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه، وكل واحد يظهره بطريقته، هناك الشاعر وهناك الكاتب والخطاط والرسام. الهدف منها أن هذه رسالة خالدة، واللي قدمها الحسين سلام الله عليه هي امتداد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله.